وأنتم تعرفون القصة، قصة أصحاب السبت من اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت وأباحه لهم في غيره. ومن الفتنة أن الصيد يكثر يوم السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، هذا امتحان من الله عز وجل. فأغراهم كثرة السمك يوم السبت وهو حرام صيده، ماذا فعلوا؟ جعلوا حفر، حفروا حفرا في الأرض وجعلوا عليها شباك، فيأتي السمك يقع في هذه الحفر، يريد أن يخرج ما يتمكن من الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، احتالوا عليه. عند ذلك نهاهم بعض الأخيار، نهاهم عن ذلك أخيارهم، وطائفة من الأخيار قالوا لا، ما هم قابلين منكم، ولا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا أجاب الأخيار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال ما هو بنافع ولا هم قابلين، لا، معذرة إلى ربكم إنكم أقمتم الحجة عليهم وأبرأتم ذمتكم ولعلهم يتقون، لعل فيهم من يقبل، لا تيأس. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، شوف، أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نجوا من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لم يذكر الذين سكتوا، ما قال نجوا ولا قال هلكوا، والله أعلم أنهم هلكوا معهم، إنما نجا الذين ينهون عن السوء، أدل على أنه إذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. وأما الذي يسكت فهو يهلك مع الهالكين، وإن كان في الآخرة يبعثه الله على نيته، لكن في الدنيا يهلك مع الهالكين، يصيبه ما أصابه. نعم.